ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف الثاني؟ أهلا بكم في مادة التربية الإسلامية مجال القرآن الكريم. نتابع معا اليوم سورة جديدة وهي بعنوان سورة العلق، فهل تعرفها؟ هيا معا عزيزي الطالب لنبدأ ونتعرف على درس اليوم. أولاً شاهد معي هذه الصورة، أين كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي؟ أحسنتم، في غار حراء. ما أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم؟ عندما جاء جبريل عليه السلام ماذا قال لسيدنا محمد؟ اقرأ. أحسنتم، إذن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة، أحسنتم، إنها سورة العلق. دعونا نبدأ هذا الرابط ونقوم بالاستماع لسورة العلق بشكل جيد، ولا ننسى الترديد خلف القارئ. نقوم بالاستماع لسورة العلق من المعلمة، فهل أنتم مستعدون؟ هيا أحبابي الصغار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. إذا هذه هي تلاوة الآيات. لاحظ معي عزيزي الطالب، هناك بعض الكلمات جاءت باللون الأحمر، سنقوم معا بالتعرف على معانيها. هيا معا بالتعرف على معاني المفردات الجديدة. اقرأ، افهم ماذا سنقرأ. أولا، خلق الإنسان من علق. ما هو العلق؟ إنها مرحلة من مراحل خلق الإنسان. ليطغى أن رآه استغنى، هذا الإنسان يتكبر ويصبح ظالما بعد أن كان علقة ضعيفة لا يقوى على شيء. أن رآه استغنى، أيضا هذا الإنسان الكافر رأى نفسه غنيا بالمال ونسي الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي أعطاه هذا المال. الكلمة الجديدة، إن إلى ربك الرجعى، جميع الناس سيعودون إلى الله يوم القيامة لكي يحاسبهم. وتولى، أي أعرض عن الهدى. هذا الإنسان لم يكن فقط كافرا ولم يكن فقط غنيا بالمال، أيضا أعرض عن الهدى، أعرض عن فعل الخير وأعرض عن الهداية لكل الناس. سندعو الزبانية، يوم القيامة يخصص الله تعالى نوع من الملائكة يسمون ملائكة العذاب، يأخذون هؤلاء الذين كفروا إلى نار جهنم. واسجد واقترب،
أي يا محمد عليك بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، لأن السجود أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه. إذن هذه هي معاني المفردات. لاستماعكم، بارك الله بكم أحبابي الصغار.